بسم الله الرحمن الرحيم، أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده معانا اللاعبة الجميلة البطلة اللي هي الإنجليزية كريس إيفرت. كريس إيفرت طبعا غنية عن التعريف، وهي لاعبة يعني ذات جمال معروف داخل الملاعب. هي من مواليد 21 ديسمبر سنة 54، كانت لاعبة قديمة ولاعبة تنس محترفة من أصلها أمريكي. كسبت لقب الفردي للسيدات في 18 بطولة جراند سلام. احترفت سنة 72 واعتزلت التنس سنة 89. يعني بدأت الاحتراف، هي من مواليد 54، بدأت الاحتراف في 72، اعتزلت في 79. كريس ايفرت من أهم لاعبات التنس في تاريخ اللعبة. ليه؟ لأن كسبت 157 بطولة فردي سيدات، منهم تقريبا معظمهم من الجراند، من البطولات فيها جراند سلام، اللي هم الاربعه المعروفين اللي هم رولان جاروس وويمبلدون وامريكا المفتوحه واستراليا المفتوحه. وكانت يعني في الجراند سلام او تحقيقها في اللي احنا بنتمنى بنتكلم على البطولات الاربع في الجراند سلام كالاتي. يعني في ويمبلدون، في بطوله ويمبلدون خدت سنه 74، خدت ويمبلدون كريس ايفرت 74، وخدت 76، وخدت 81. اذا كريس ايفرت خدت ثلاث بطولات نهائي في بطولات ويمبلدون 74 86 1974 و 1976 و 1981، وخدت امريكا المفتوحه سنه 1975، وخدت 76 و 77. يبقى امريكا المفتوحه 75 76 77، وخدت استراليا المفتوحه سنه 1982، وخدت استراليا المفتوحه برضه سنه 84. ده النهائي في البطولة. وفي بطولة رولان جاروس اللي هي فرنسا المفتوحة، خد السنة 74 و75 و79 و80 و83 و85 و86. يبقى حصلت كريس ايفرت على سبع مرات في رولان جاروس. يبقى هي كانت على الارض الترابية ممتازة جدا، تطلع من هذه الحصيلة انها كانت ممتازة جدا على الارض الترابية، وحصلت على سبع بطولات من بطولات فرنسا المفتوحة من 74 75 79 80 83 85 86. اذا كان لها دور كبير جدا فعلا كريس ايفرت في الفترة ديت، وكان لها مريدين وكان لها تشجيعات جامدة في ايامها وفي جلالها. شكرا، ولينا لقاء اخر في الفيديو.